السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي عمر الله يعاونك. كيف اخويا بخير؟ كيدير لاباس؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك، اللهم لك الحمد. الحمد لله. واش دير اخويا راك تعقد؟ وكنعقد اخويا ملي كتبرك الشمس شي الحاره كتقطع لنا هذه كيتحرق البرد كتقطعها لي كنعاودوها ثاني. وكتعاودها، إذا ملي كتعقد وكتعاود عارف اشنا هو النفع ديال هذاك العقيد. أيوا هي راه هذه الثالثة في عقدتك العقدوا هذه الثالثة. ملي كيسخن الحال هذه كتمشي. اصلا دار ليها الباندا هذيك ديال سميتو هذيك اصلا الباندا ايوا نسلكو باش وملي ما عقدتيش شنو وقع تك الزيتون وملي ما عقدتش تك الزيتون الزيتونه كتكه وكدير الخلفه من جهه كدير الخلفه من جدرها كدير الخلفه من عند الارض والعود تيقساح ما يبقاش يتقعد كيولي بحال الضلعه وسيدي مزيان كنشكروك وراه هذاك الشيء راه غادي مزيان العنايه راه كاينه ايوا سيدي الله يستر العيبه الله يوفقك السي عمر الله يوفقك امين اخويا والمشاهدين كما كتشوفوا هذا السيد هذا ما عقدش في الاول ماشي ما عقدناش في الاول كنا بنعقدوا في الاول اييه وقالنا واحد التقنيه ودي ما تعقدوهاش كتكون راسها وهذا التقني معروف اللي قال لك ما الهضره سيدي انا لقيت بيعه احنا ما عارفه ما يعرف ماشي مشكل خليه منه المولى واني هذا ماشي هو الزيتون اللي غرس لكم التقني لا 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 راه الزيتون اللي غرسنا التقني راه ميته راه ايوا واخا نشوفوا شي وحده راه قدامنا اييه هاي هذه اللي عندها عبي هذه هي اللي غرس لكم هذاك اللي قلتوا هذه اللي عندها عامين راه تقني هذه اللي عندها عامين راه كنشوفها كنبغي نرجع هذه دابا هذيك عندها عامين وهادو عندهم عام هذه مازال ما كملش العام هذه مازال ما كملش العام كمل العام فاش شهر جوج هي وهذه هي وهذه تبارك الله يا شوف الفرق هذيك عندها عامين هذه باقا ما كملش العام المشاهدين كما كتشاهدوا معنا الناس اللي كيديروا الثقه في واحد البلاصه ماشي في بلاصتها على السيد هذا جاب لهم واحد النقله ما هياش المهم الناس قالوا هما قالوا راه شارفه هذه الشهاده ديالهم هما شارفه قالوا نقله شارفه واضطروا احنا شارفه العود ديالها مبوش اضطروا انهم يبدلوا 3000 جدر ديال الزيتون 3000 جدر تاع الزيتون كلها تبدلات وشحال باش جايبين هذيك 3000 ولا 2000 ولا شحال يجدوا الله يسمعك شحال الثمن ديالها؟ سمعتها تسخف شحال الثمن تقريبا 360 360 ريال باش جابوها يعني 18 درهم 18 درهم باش تبدل 1000 مزيان سي منصيف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيداير اخويا بخير بخير الله يبارك لاباس عليك الحمد لله والله يعطيك الصحه هذا الشيء راه كديرو مزيان ايوا سيدي الله يستر العيب الله يزيد ولكن حنايا كانوا قالوا لنا شي وحدين هذاك السيد نيت قال لك خاصها التقريفه من هنا لا من الفوق هاد البيشولين هادي ما تتقريفاش من الفوق التقريفات من الفوق كدير غرقتي بصافي صافي كطلع كتزيد العلو ديالها الفوق يعني هاد البيشولين هادي بالضبط عندك البيشولين والاربيكوين ما تيضربوش من الفوق هكا الحوزيه المناره هذاك الشيء ما عندكش فيه المشكل هادو راه ما تيضربوش من الفوق الله يرحم الوالدين باش نكونوا واقعيين هادو اللي كيتضرب بهم تضرب لهم هاد الشيء الشارف ديال البيبينير اللي جمعها من تحت انه شارف جمعها اييه وهاد الفوقانيين عا كيتخفوا هادو كتخليه يعني ما كتحاول ما تلحقش ليه هاد الروس ديالو صافي الله يعطيك الصحه سيدي الله يرحم والديك حنا قالنا خاصها التقريبه من الفوق لا ما تتقريباش من الفوق بحال هنا هادي هو فيها عاد واحد هنا بيهرب لينا الزيتون هنا خصنا نحيدو هذا ديما هو صايبته معاه مشكل في القصبه باش نحاولوا نوقفوا الزيتونه بلا قصبه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تنزل توقف غير يغلط الجدر ديالها وغتهنى من هاد القصب هذا يلا القصب هذا راه ما كيدوبش بزاف راه واحد 3 سنين لا دوك القصب مشكل دروك ملي كيلحقوا الماء كيرشى من التحت كيطردق 3 سنين تيحيد القصب يعني الناس يحاولوا يديروه 3 سنين حتى 4 سنين وتيتحيد القصب وهاد البيشولين تبارك الله راه كتغلط دغيا وكتكبر دغيا وراه هاد العام فيها الحب هاد العام راه معلمه ياك فيها الحب اي جنة فيها الحب معلمه اي هاد العام راه معلمه وغاديه مزيانه وكتغلاض هي راه في ظرف 3 سنين كتغلاض واخا يعني بغيت نسولك السي منصيف اييه مرحبا واش هاد القصب ملي كتعلاه هي واش نبدلوا لها القصب ولا كيفاش؟ لا غير دير 3 سنين صافي كتحيد القصب لا دوك مثلا دروك كاين القصب دوك اللي رشا كيطردق
كيطردق اللي طردقات بدلها، بدل القصبه تكون طويله شويه وديرها، ولكن غير يضرب واحد غير على هذه الزبره هذه نجيو الزبره الاخرى نلقاوه خلاص صافي تهنا من القصب. شكرا سيدي. عطيتو عام اخر ديال القصب هذا ولا عام ونص تحيد القصب صافي. الله يرحم، الله يرحم والدينا سيدي. الله يرحم والديك. الله يكفيك.